السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ أم سهيل. أكلة السردين كواري المعروفة عند جميع المغاربة، كتجي لذيذة ومختلفة من دار لدار. يلا معايا نشوفوا المكونات لهاد الوصفة. وكنحتاجو كمكونات السردين اللي أنا غسلته وحيت لي السنسول ديالو وحيت لي القشرة، وغادي نوريكم كيفاش بالطريقة هادي. راه كيجي ساهل، غير كتحيد لي القشرة بحال هكا. الى الاخر وكنحتاجو الى بصلة كبيرة مقطعة دوائر، ومطيشة مقطعة دوائر، هنا حبة كبيرة ديال البصلة، وهنا مطيشة حبة كبيرة تاهي مقطعة دوائر. وكنحتاجو الى جوج حبات ديال البطاطا اللي مسلوقين نص سلقة، خيزو تا هو جوج جزرات مسلوقين نص سلقة، وعندنا نص كاس ديال الروز اللي تا هو سلقتو نص سلقة، وعندنا شوية من الفلفل الاصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، وعندنا قزبر ومعدنوس، شويه ثومه، وعندنا الزيتون والحامض مصير، نص حامضه مصيره، وعندنا التوابل فلفل احمر، كركم، سكينجبير، ملح، الابزار، الكمون. واليكم الطريقه كيفاش غادي نوضعها، كيفاش غادي نطحنوا السردين مع التوابل والقزبر ومعدنوس. وغادي نوضعوا السردين ديالنا في الطحانه، واللي ما عندوش طحانه هذه طحن بديك الطحانه اليدويه. وغادي نديروا العطريه كامله هنا، ثوما، قزبر ومعدنوس، وغادي ناخذ اللب ديال حامضه مصيره. ونطحنوا، ومن بعد ما طحناه غادي نزيدوا عليه الرز اللي سلقناه نص سلقة. وغادي نكوروها بحال هاد الشكل، خلطناها مع الرز. وغادي نجيب واحد المقلاة ولا الطنجرة اللي بغيتو، وغادي نبدا نفرشو البصلة تحت. بسم الله. وانا خديت واحد الزلافة وضعت فيها معلقة ديال مطيشة ديال الحك، مع ربع كاس ديال زيت الزيتون، شويه القزبر ومعدنوس، وشويه الفلفل الاحمر، شويه الكركم، وشويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الفلفل الابزار، الفلفل الحار، وشويه الكمون. وغادي نخلطو بحال هكا، وغادي على نار هادئه. ومن بعد ما غلات لينا غادي نزيدو واحد نص كاس ديال الماء، ونخليوها طيب لينا على خاطره. وما ننساوش راه كلشي مسلوق وكلشي طيب، غادي يديرها الطياب، وغادي تمص ديك التوابل ديك العطريه وتكون واجده. والشكل النهائي
النهائي ديال الطبق ديالنا ديال السردين كويرات بالبطاطا وخيزو والفلافل الحمراء، وكنتمنى تجربوه وتردوا ليا في التعليقات ديالكم ودعموني بجان وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. ولا ما كنتوش فايتين دير ليا ابوني، ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد من وصفات من مطبخ ام سهيل. Oh,